دكتور، كيف احنا يعني اليوم الام بتقول وتشوف فيها علامات الزعل، بس احنا مرات نتجاهل البيئه والارض والكون يقول لنا ترى اني انا تعبان، اني انا ميهود وفي مشاكل وفي كثير من التلوث، بس احنا كيف نتعرف على هذه الدلائل؟ حد يغفل ان احنا النهاردة البيئة اللي احنا فيها بيئة غير نقية تماما؟ بس دكتور، في كثير حتى اليوم زملائنا العلماء المختصين في البيئة كل واحد يعني مرات يختلفون في وجهات النظر ان ما في الخوف الكبير، ما في التلوث الكبير، اغلب دعاية. شو الرد لهذه دكتور وجهات النظر المختلفة؟ شوفي، العلم هو هذا الاختلاف. هنا ان انا بقول لي رؤية معينة والثاني لي رؤية اخرى، هو ده اللي بيثري العلم عموما. الاختلاف غنى. تمام. نعم. انما خلاصه الامر هي ان البيئه محتاجين نحافظ عليها. صدق. طيب اذا كان في تراب، ما هو ده تلوث مش كده؟ ده ما اقدرش احوشه. صدق. عاصفه هحوشها ازاي؟ تلوث بالاتربه. ده تلوث طبيعي. لكن لما كان في دخان، ايوه، لا ده تلوث انا اللي عملته. صح. ازاي انا احد من ده؟ يعني كفايه علينا التلوث الطبيعي. صح. البيئات الصحراويه اللي عندنا احنا بيوتنا كلها متربه، لكن لما تروحي اوروبا تلاقي البيوت كلها بتقول ايه النظافه دي؟ صدق. لا، هو المطر اللي هناك مخلي ما فيش اتربه، فالنظافه مضمونه وكل حاجه، لكن عندهم متاعب من نوع اخر برضه بيئيه يعني. صدق. فاحنا ازاي نحافظ على البيئه بتاعتنا نظيفه؟ ازاي نحافظ عليها؟ ننمي الـ 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 العناصر بتاعتها اللي هي بتدينا زي الميه، ازاي نحافظ عليها؟ دي بتشوف الناس، انا مش عارف بس اقول ايه، يعني في بعض المجتمعات المتربه بلاقي الناس مطلعه الميه والهوز بتاع الميه وبترش أيوة. نعم. الـ 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 الارض بالميه اللي ممكن نشربها، والكوبايه الواحده اللي ممكن تتكلف، وحتى السيايير. أيوة. نعم. كل حاجه، السيارات، شوفي ازاي كميه الميه اللي بتترمي عليها. صح. ولا الله، طب ما هي الميه دي، واحنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي ازاي نحافظ على الميه. صح. طب وبعدين يعني اذا كانت الميه انا بهدرها بهذا الشكل. نعم. والهواء بهدره بالادخنه اللي موجوده، والمصانع اللي بعملها ما فيهاش المواصفات. صح. القياسيه. صح. اللي هي تحول دون التلوث. اوروبا بالقانون. صدق. عشان كده اوروبا لما بتحب تتخلص من المصانع القديمه اللي ما فيهاش المعايير ديت او معايير الجوده. نعم. اللي هي تحول دون تلوثي البيئه، بتصدرها لينا بتراب الفلوس رخيصه. نعم. واحنا بنفرح بكده لسببين، انا عاوز المصنع، والسبب الثاني انه رخيص. ايوه. لكن ما خدتش في اعتباري ان انا اكون ازاي حاني على البيئه. أيوة. واخفف من التلوث اللي موجود في البيئه. صح. فهي مساله وعي، احنا محتاجين هذا الوعي. أكيد. ننميه ازاي؟ أكيد. كل في تخصص، حضرتك كطبيبه. أكيد. عندك في مجالك. صح. انا كاستاذ، غيري كمهندس ثالث، كل يعني المهم الاويرنس، المهم الوعي. أكيد. البيئي، وده ما يكونش في المرحله اللي احنا فيها. صح. لا، دي عاوزه من 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 مراحل الطفوله. ايوه. نعم. ان دي الارض بتاعتك لازم تكون نظيفه، الميه لازم كذا، ايدك لازم تتغسل. فبالتالي دكتور نعيد اولوياتنا. أي؟ يعني صح، الاولويات كل واحد فيها، بس نحط البيئه، نذكر بيها. ايوه، البيئه تكون اولويه في كل قرارات حياتنا. تمام. الاجتماعيه، الاقتصاديه، المهنيه.